طابت أوقاتكم من LBCI نشرات الظهيرة، نبدأها بالعناوين. الإفادات أمر واقع واللبنانية إلى امتحانات الدخول. سد الموصل تحت السيطرة العراقية وبدء معركة استرداد تكريت. وغزة بين الهدنة الممددة والاتفاق الحقيقي. أهلا بكم. لا تراجع عن الإفادات مهما كان قرار هيئة التنسيق، ولجنة التربية النيابية قررت قوننة الإفادات، والبحث تناول إمكان إجراء امتحانات الدخول إلى الجامعة اللبنانية بكلياتها كافة. الزميلة فتون رعد تنضم إلينا من اليونسكو لتضعنا في تفاصيل ما جرى في مجلس النواب واجتماعات اليونسكو. فتون، يعني اجتماعات متلاحقة بين مجلس النواب واليونسكو، وما كانت النتيجة؟ ريمي، يعني مثل ما قلتوا بالعناوين، يعني انه الافادات على ما يبدو اصبحت امر واقع بحسب ما قال الوزير الياس مصعب، وهو اكد انه هو ماشي بالافادات وراح يستمر فيها بغض النظر عن اي قرار راح يصدر عن هيئه التنسيق النقابيه. هيئه التنسيق النقابيه بعد ما باشرت اجتماعها، بعد شوي راح تجتمع الهيئه لحتى تطلع بالموقف النهائي بمؤتمر الصحافي الساعه 4 بعد الظهر. معنا الاستاذ نعمه محفوظ نقيب المعلمين في القطاع الخاص. استاذ نعمه، يعني صار في لغط امبارح، حكي انه في انقسام بهيئه التنسيق النقابيه، نقابه المعلمين طلعت بقرار فردي اللي بيقول انه نحن بدنا نرجع عن مقاطعه التصحيح، شو بترد؟ يعني اللي عم يصير بهيئه التنسيق النقابيه شيء ديمقراطي، شيء راقي، آلية جديدة بالعمل النقابي. من الطبيعي يكون في عدة آراء وعدة توجهات بهيئة التنسيق النقابية. نحن عندنا رأي، الأساسي عنده رأي، السنوي عنده رأي. المهم الحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابية، وإنه اليوم أنا بطمن كل اللبنانيين إنه هيئة التنسيق النقابية حتطلع بموقف واحد موحد، ودليل صحة إنه يكون في تعدد آراء. نحن مش حزب أيديولوجي لازم نكون كلنا مثل الغنم عندنا نفس الرأي، عندنا عدة وجهات نظر، في وجهتين نظر تناقشوا. المهم بالموضوع انه نزلوا للجمعيات العموميه، نزلوا للقواعد، والقواعد وصلت لنا رايهم. اليوم بنوحد الرؤيه ونطلع بموقف موحد. انا اللي بدي اقوله اليوم، المستغرب مش اللي عم يصير بهيئه التنسيق النقابيه شيء ديمقراطي، المستغرب هو اللي قاله اليوم معالي وزير التربيه بعد لجنه التربيه، انه اذا في امكانيه للعوده للتصحيح الوزير عم يسدها، انه فات القطار وانه نحن بوادي وهن بوادي، وين وخلص الافاده صارت سيره المفعول. انا رايي ردي الاول، يعني قبل ما تجتمع هيئه التنسيق النقابيه، لا يا معالي الوزير، قدام سبعة لبنان التربوية وقدام الحفاظ على الشهادة اللبنانية والحريص على 142 ألف طالب وعلى مستقبل التربوي، لا ما في شيء اسمه فات القطار. انت بتتراجع خطوة، هي التنسيق بتتراجع هيدا كله ثانوي، حد سمعة لبنان وحد مستوى الشهادة اللبنانية وحد مستوى التعليم الرسمي اللي بده ينضرب اذا رحنا بموضوع الافادة للاخر. هو بيقول انه عطاكم الوقت الكافي. انا رأيي لا، ما عطانا الوقت الكافي، ولا هو هذا الشهر استخدمه بالضغط على السياسيين. شهر زمان كان عم يلوح بالإفادة ضغط على هيئة التنسيق النقابية، بدل ما كان يروح يضغط على السياسيين ويلوح بالضغط عليهم. وانا قلت له اخر اجتماع نحن وياه والست بهي الحريري، انه نحن محلك يا معالي الوزير، بنفوت على مجلس وزراء بنقول له 100,000 طالب حشريني فيهم و100,000 معلم، انا ما بقى فيني احمل لا هيدا ولا هيدا، تفضلوا انتم كقوى سياسية تحملوا مسؤولية هذه الأزمة. للأسف حطوه بالوجه، حطوه بوجنا. أنا رأيي سمعة لبنان والشهادة اللبنانية والتعليم الرسمي هو الأبدى، والزيادة عن ذلك أنه سلسلة الرتب والرواتب صارت بالدرجة الرابعة والخامسة، ومعادلة حدا عم يحطها بعين الاعتبار. شكرا لك أستاذ نعمة. إذا ريمي، يعني نعم، مثل ما قلتي أنه كان في اجتماعات، اجتماع أيضا للجنة التربية بمكاتب النواب، ومن بعدها كان في تصريح لوزير التربية الياس بوصعب. خلينا نستمع لأبرز ما جاء فيه. هذا الموضوع انتهى يوم السبت، بالتالي أي مناقشة ما زال عم تقولي لي بعد لحد هلأ منهم متفقين. هذا تماما اللي خلاني أخذ قرار يوم السبت، لأنه أنا عارف أنه هيدي الشغلة بدها تعل وتمد. مصلحة الطلاب اليوم ما بقى تسمح لنا ولا دقيقة من بعد الأسبوع الماضي. امبارح بلشنا نسفر طلاب، طلعنا أوراق فيز لبعض لحتى يسافر، والعمل بالإفادات ابتدى من امبارح. بالتالي ما بقى فينا نتراجع لورا، خاصة أنه أي خطوة من هالنوع ما فيها ضمانة لوين رايحين بالمستقبل. مين بيضمن أنه كان اليوم إذا رحنا على تصحيح بيصدروا نتائج؟ مين بيضمن أنه إذا بدنا نعمل دورة تانية ما بيضربوا قبل الدورة التانية؟
مجلس مندوبي رابطة موظفي الإدارة العامة دعا إلى الإضراب العام الخميس المقبل، وإذ اعتبر أن منح الإفادات خطوة تؤدي إلى ضرب الشهادة الرسمية ومن خلالها التعليم الرسمي في لبنان، أعلن أن القرار هدف فيما هدف إلى ضرب هيئة التنسيق النقابية وإلى منعها من تحقيق مطلبها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب. تزامنا، الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الذين لم يشملهم قرار التثبيت مجددا إلى الشارع، ودعوة واحدة: إنصافهم، لأنهم يستحقون التفرغ. هم مستحقون، ولكنهم ظلوا خارج ما وصفوه بمعادلة المحاصصة السياسية. إنهم العشرات من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ومن مختلف الكليات اعتصموا في مجمع الحدث للتأكيد على أحقية تفرغهم. لماذا كل هذه المذهبية والحزبية في اعتماد التفرغ؟ سأل الأساتذة. وهل علينا أن نلتجأ إلى حزب أو طائفة بدل أن تكفينا خبرتنا وجدارتنا بالتفرغ؟ اللافتات التي حملوها وجهت اللوم إلى رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم العالي، متسائلة عن المعايير وشروط الأكاديمية المعتمدة وعن غلبة التوازن السياسي والطائفي على ما عداه. إعادة النظر بالأسماء التي دخلت الملف على حساب أسماء مستحقة وكفوءة. ثانياً، منح مجلس الجامعة اللبنانية صلاحياته الأكاديمية المستقلة عن أي تدخل سياسي أو طائفي. ثالثاً، إقرار تفرغ المتعاقدين المستحقين الذين يستوفون الشروط المصرح بها من رئيس الجامعة. وناشد الأساتذة رئيس الجامعة العمل على إنصاف المستحقين وإلحاقهم بالمتفرغين عبر إعداد مرسوم ملحق، كما أملوا من الرئيس سلام والوزير بوصعب وكل القوى السياسية السعي إلى إنصافهم في أسرع وقت. ومن الشأن الحياتي إلى إرجاء استجواب الموقوف عماد جمعة عبر بوابة الدفوع الشكلية، ولكن ما الرابط بين تأخير الاستجواب والمحاكمة وبين ملف العسكريين المخطوفين؟ عماد جمعة قائد لواء فجر الإسلام الذي بايع داعش والذي شكل توقيفه شرارة انطلاق اشتباكات عرسال لم يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في المحكمة العسكرية التي شهدت إجراءات أمنية مشددة. السبب أن وكيله المحامي طارق شندب استمهل القاضي الزين من أجل تقديم دفوع شكلية. شيء الدفوع باعتبار أنه الموقوف جمعة لم يرتكب أي فعل جرمي، باعتبار أنه تم إلقاء القبض عليه وبعدين تم صارت الأعمال الإجرامية بحق الجيش اللبناني أو اللي ارتكبت على الأراضي اللبنانية. هذا أولا. ثانيا، التحقيقات الأولية هي مخالفة للأصول القانونية باعتبار أنه تم التحقيق مع جمعة لأكثر من 10 أيام بصورة مخالفة للقانون، وهذه كلها حنذكرها بالدفوع الشكلية. وإذا أبلت الدفوع الشكلية يعتبر كأنه لم يكن هناك جرم. مصادر قضائية أكدت الحرص على الإسراع في بت الدفوع الشكلية من أجل الانطلاق باستجواب جمعة الذي كان اعترف بموجب التحقيقات الأولية أنه كان يضع الترتيبات النهائية للقيام بفتنة سنية شيعية من خلال السيطرة على عرسال والانطلاق منها لمهاجمة الجيش وقرى شيعية. وأفادت مصادر عسكرية أن التحقيق مع جمعة تم بإشراف القضاء المختص، وأن تمديد مدة توقيفه تم بإذن القضاء المختص أيضا. المصادر لفتت إلى أن عدم انعقاد الجلسة يبقي جمعة في فئة الموقوفين وليس المحكومين، وهي فئة تعول جماعته على أن تشمل بأي صفقة تبادل مع العسكريين المحتجزين في جردي عرسل. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حزب الله تمكن أمس من قتل القيادي في تنظيم داعش أبو عبدالله العراقي بعدما فجر عبوة ناسفة لدى مرور سيارة كانت تقله في جردي القلمون، ما أدى إلى مقتله مع 3 عناصر متشددة من التنظيم نفسه كانوا داخل السيارة. وأشار المرصد إلى أن أبو عبدالله كان مسؤولا عن تجهيز انتحاريين والإعداد لعمليات انتحارية في مناطق نفوذ الحزب في لبنان، إلا أن مصادر في حزب الله أعلنت أن أبو عبدالله قتل على يد الجيش السوري في عملية وصفتها بالنوعية في جردي القلمون، لافتة إلى أن القتيل له باع طويل في الاعتداءات الانتحارية ومن بينها الهجمات التي نفذت في لبنان. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف حسين الحسين لإقدامه على إنشاء حساب وهمي على تويتر باسم لواء أحرار السنة في بعلبك، ومن خلاله توجيه تهديدات إلى أبناء البقاع وإلى شخصيات سياسية وأمنية وإلى الجيش، وتبني عمليات انتحارية بهدف إثارة الفتن بين المواطنين وخلق حال من الكراهية والعداء فيما بينهم وحملهم على القيام بأعمال حربية وعلى الاقتتال بين بعضهم، لا سيما بين الطوائف
الطوائف والمذاهب، وذلك سندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. هذا وأحال صقر الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. المعابر الحدودية في العبودية والعريضة في الشمال وفي منطقة المصنع في البقاع تشهد ازدحاما خانقا في الاتجاهين نتيجة الإجراءات المتشددة أو المشددة التي يتخذها الأمن العام اللبناني. هذه الإجراءات الحدودية جاءت بناء على تعاميم صادرة عن المديرية العامة للأمن العام نظرا لظروف الأمنية التي تعيشها البلاد بضرورة التشديد لجهة معرفة وجهة سير كل سوري يدخل إلى الأراضي اللبنانية ومكان إقامته والمدة الزمنية، وإذا كان يستوفي الشروط القانونية لجهة المستندات، مع تشديد الأمن العام إذا كان السوري نازحا ومسجلا في مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان. وفي معلومات للLBCI فإن الإجراءات عند المعابر الحدودية جاءت بعد مغادرة نازحين سوريين من عرس إلى سوريا دون معاملات رسمية، الأمر الذي يتطلب تسوية الأوضاع القانونية والرسمية. تابعوا معنا بعد الفاصل. آلاف المقاتلين إلى صفوف الدولة الإسلامية. أهلا بكم. في الشأن العراقي، سد الموصل بين تأكيد أمريكي عراقي بالسيطرة التامة عليه ونفي تنظيم الدولة الإسلامية، والقوات العراقية أطلقت عملية تطهير تكريت. بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيطرة القوات الكردية والعراقية على سد الموصل مدعومة من الطائرات الحربية الأمريكية، ما زال مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يحاولون استعادة السيطرة على سد الموصل نافين أن يكونوا قد انسحبوا من السد. وبعد الموصل أطلقت القوات العراقية عمليات تطهير تكريت لاستعادة السيطرة عليها وطرد متشددي الدولة الإسلامية منها، بحسب ما أعلن ضباط في غرفة العمليات. ضابط في الجيش العراقي أشار إلى أن القوات تتقدم سريعا من الجنوب، إلى أن الألغام الأرضية والقنابل المزروعة على الطرق ونيران القناصة في الغرب تبطئ حركتها. وبما أن الهدف هو استعادة السيطرة الكاملة على مدينة تكريت كما يقول مسؤولون أمنيون عراقيون، فإن القوات العراقية تقاتل بمساندة مسلحين موالين للحكومة، وقد تمكنت مروحيات الجيش من السيطرة على مبنى مستشفى تكريت الواقع في الجهة الشرقية من المدينة. ضابط في الشرطة أشار أيضا إلى أن هناك حركة نزوح لعدد كبير من العائلات إلى خارج مدينة تكريت خوفا من الوقوع ضحية عمليات عسكرية متوقعة. هذا ويترأس الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهاية أيلول جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للبحث في كيفية مواجهة خطر الجهاديين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف التنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق، كما أعلن مسؤولون أمريكيون. هذا في العراق. أما في السعودية فقد أعلن المفتي عبد العزيز آل الشيخ أن الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة هي العدو الأول للإسلام، معتبرا أن هذه الجماعات المتطرفة لا تحسب على الإسلام. المفتي أضاف أن المسلمين هم أول ضحايا الفكر المتطرف. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بالإعدام على متهم واحد وسجن على 13 آخرين لمدد تصل إلى 30 عاما لضلوعهم في عدد من الهجمات على أهداف حكومية وأجنبية خلال السنوات العشر الماضية. المدانون 14 هم من بين 50 متهم حكموا كخلية واحدة تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية. في سوريا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما يربو على 6000 مقاتل انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا الشهر الماضي في أسرع وتيرة لتوسع التنظيم إلى الآن. وأشارت تقديرات سابقة إلى أن عدد مقاتلي التنظيم حوالي 15,000. إلى ذلك حضرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على جميع شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق سوريا، مشيرة إلى أن الصراع المستمر في البلد يشكل تهديدا خطيرا محتملا. الإدارة أضافت أن عناصر في المعارضة كانت حذرت شركات الطيران المدنية من تسيير رحلات إلى سوريا، مضيفة أن هناك جماعات مسلحة متطرفة في البلاد تملك أسلحة مضادة للطائرات قد تهدد الطائرات المدنية.
تزامنا قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن سفينة أمريكية مجهزة تجهيزا خاصا انتهت من تحييد 600 طن من مكونات الأسلحة الكيميائية السورية الأكثر خطورة التي سلمتها دمشق للمجتمع الدولي هذا العام. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون أن السفينة ستسافر إلى فنلندا وألمانيا في الأسبوعين القادمين لتفريغ الخليط الناتج عن عملية التحييد والذي سيجري معالجته كعادم صناعي لجعله أكثر أمانا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما رحب بتدمير كل العناصر الكيميائية، لكنه حذر في بيان بأنه سيراقب مدى التزام دمشق بتعهداتها في هذا الملف. انظروا بعين الحق إلى ما يجري في سوريا وفي العراق وفي الموصل تحديدا، وفي كل بقعة لبست زيفا وبهتانا صفة الربيع. انظروا بعين الحق لمأساة فلسطين، وانظروا إلى لبنان الذي يدفع ضريبة غالية. نحن في هذا المشرق سئمنا لغة التضامن والتمني لمن أنيطت بهم لغة القرار والتطبيق. الكلام لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر الذي رأس صلاة مشتركة من أجل السلام في سوريا والعراق مع بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مرغناطيوس إفرام الثاني كريم في دير القديس جورجيوس في حميراء البطريركي. وبالعودة إلى محلياتنا، فقد أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد اجتماع مع نقابة المستشفيات الخاصة، أعلن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المستشفيات من ضمان العقود التي تبلغ قيمتها 10%، كما أعلن عن وضع وزير المال آلية لتسديد عقود المصالحة للمستشفيات عن طريق سندات الخزينة وتبلغ قيمتها 120 مليار. الوزير أبو فاعور حذر أي مستشفى متعاقد مع الوزارة من عدم استقبال أي مرض. البيان اللي طلع بالإعلام اللي شفناه امبارح والذي صور على أنه بيان صادر عن المستشفيات بالتهديد بعدم استقبال المرضى هو بيان أستطيع القول عنه بأنه وهمي، لأنه أولا البيان لم يصدر على النقابة، ثانيا باجتماعي مع النقابة ليس هناك أي توجه أو أي تفكير بعدم استقبال المرضى، ثالثا في عقود ملزمة بين الوزارة وبين المستشفيات، المستشفيات بتعرف واجباتها القانونية وبتعرف كمان واجباتها تجاه المواطنين اللبنانيين. رابعا والأهم، المستشفى أو المستشفيين اللي كتبوا البيان وبعتوه عملوا له هالضجة الإعلامية الكبيرة الكثير كثير، ببساطة مش مطلوب منهم شيء غير يطلبوا منهم نلغيلهم عقده، إذا هالقد مظلومين بعلاقتهم مع الدولة وعم يلجأوا لهالأسلوب الإعلامي، ببساطة يجربوا ما يستقبلوا مرضى أولا عذرا نقيل. ثانيا إذا هالقد عقدهم مع الدولة مكلف ويعني مش عم يستفيدوا منه، أنا بستعد ألغي العقود. سجن إلى الواجهة مجددا بعد استكمال العمل فيه وسط اعتراض عدد من الأهالي أو أهالي مارساركيس وباخوس وجن. هكذا اعترض أهالي جني جرافة متعهد مشروع سد المياه الذي ينفذ في بلدتهم، والسبب يعود إلى عدم دفع التعويضات اللازمة لهم مقابل استملاك الأراضي الزراعية التي تملكها الرهبانية اللبنانية المارونية وهم يشغلونها منذ مئات السنين. بياتنا مدفونة هون، جدودنا ونحن بدنا نموت هون، ممنوع حدا يضرب ضربة غير لما يعطونا حقوقنا. وين كنا وين صرنا؟ عندنا أرض تحت السد حقهم ياخذوها، بس بدنا تعويضها، بس عندنا ارض فوق بكعب الجبل، ليش بده يلحق الاستملاك؟ الاهالي طالبوا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي والرئيس العام للرهبانيه المارونيه بعدم تهجيرهم من ارضهم. من ناشد سياده البطرك، من ناشد رئيس العام، من ناشد الدنيا كلها، نحن عجتتنا الجرافه بتمرق، نحن قلنا ميات السنين هون، لولا منا نحن ارض ما كانت قايمه. لما بيكون جاز له 50 سنه عم يشتغل هون بالارض، هلا شو بده يروح يشتغل؟ بس قل لي بدو يزرع شو بده يشتغل؟ نحن عرفنا انه الكنيسه رايحه بنهار كرمال المسيحيه على العراق، نتمنى على كنيستنا قبل ما تروح على العراق تتفضل تيجي تشوف المسيحيه هون احلى منصور بموصل تاني نحن بجنه. وفي اتصال مع LBCI اكد وكيل الرهبانيه المحامي جوزيف غاوي ان الرهبانيه لم تقبض ثمن استملاك الدوله 800,000 متر من اراضيها، وهي حريصه على حقوق الاهالي الذين ستدعوهم قريبا الى اجتماع للحصول منهم على الاوراق الثبوتيه اللازمه لتحصيل التعويضات. تابعوا معنا بعد قليل ليل ميزوري خطير.
أهلا بكم. من المقرر أن تستأنف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية غير المباشرة في القاهرة اليوم بعدما مددت الهدنة في قطاع غزة لمدة 24 ساعة إضافية تنتهي منتصف هذه الليلة. وفيما حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين عزام الأحمد من أن العنف في قطاع غزة قد يتفجر مجددا ما لم يتحقق تقدم في المحادثات التي تجري بوساطة مصرية، اتهم موسى أبو مرزوق القيادي في حماس إسرائيل بالمماطلة مشددا على جهوزية الحركة للتعامل مع الاحتمالات كافة. قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعمل على إعداد إجراءات إضافية للرد إذا فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة عليها، مضيفا أنه يجري العمل على عدة خيارات، وحجم العقوبات الروسية الإضافية سيعتمد على نوع الإجراءات التي قد تتخذها الدول الغربية في المستقبل. على صعيد آخر، قال متحدث عسكري إنه تم العثور حتى الآن على 15 جثة في موقع الهجوم الصاروخي على قافلة حافلات وسيارات تقل نازحين في شرق أوكرانيا، وتلقي قوات حكومية أوكرانية باللوم في الهجوم على انفصاليين موالين لروسيا يتقاتلون معهم في المنطقة، دو ينفي الانفصاليون مسؤوليتهم عن الهجوم. أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة شخصين واعتقال 31 آخرين في ليلة ثانية من التوتر في بلدة فيرغسون في ولاية ميزوري الأمريكية. وأطلقت الشرطة الأمريكية قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوت على محتجين بعد أيام من أعمال الشغب والاحتجاجات على حادثة مقتل شاب إفريقي غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض في 9 من آب. وأعلنت جاي نيكسون حاكم ولاية ميزوري رفع حظر التجول في ضاحية فيرغسون اعتبارا من مساء أمس بعد يومين من فرضه في محاولة للسيطرة على أعمال العنف. نشاط الظهيرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.